يعقد مجلس الوزراء العراقي اليوم اجتماعا برئاسة محمد شياع السوداني للبت في مقترحات وفد حكومة كردستان بشأن رواتب موظفي الإقليم. كان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني أشار إلى أن الوفد قدم مقترحين للحكومة الاتحادية خلال زيارة لبغداد، يستند الأول على تعديل بعض القوانين المعلقة، فيما يتضمن المقترح الثاني أن تقوم بغداد بتقديم سلف إلى الإقليم لدفع رواتب الموظفين في الإقليم لحين الاتفاق على الآلية الخاصة بذلك بين الجانبين. ولتفاصيل أوفى حول ما جاء في الاجتماع تنضم إلينا من بغداد مراسلة القاهرة الإخبارية هبة التميمي. هبة، يعني هذا الاجتماع أولا إلى أين يضع الأمور اللي كانت يعني إلى حد ما ليست في أحسن أحوالها بين الحكومة الاتحادية وبين إقليم كردستان؟ هل يفتح ذلك صفحة جديدة للعلاقات؟ نحن نتحدث أيضا عن سلف من الحكومة إلى الإقليم. نعم يا داليا، بالبداية تحية طيبة. الآن وأنا أتحدث معك، يعني كانت يعني افتتحت الجلسة، الآن الجلسة الاعتيادية لرئيس مجلس يعني الوزراء، وهذه الجلسة ستكون هنالك مقترحين مثل ما أشرت في حديثك، مقترحين. المقترح الأول هو طويل الأمد والمقترح الثاني هو قصير الأمد. المقترح الأول سوف يكون هنالك يعني تغيير في القوانين الموازنة بخصوص إقليم كردستان. يعتبرون ان اقليم كردستان انه موظفي اقليم كردستان حاله حال موظفي الحكومه الاتحاديه، فبالتالي هذه القرارات وهذه المقترحات سيتم التصويت عليها اليوم، يعني ان صوت عليها مجلس النواب. الكل منتظر هذا التصويت بخصوص يعني رواتب وتمويل رواتب الموظفين التي تبلغ 800 مليار. هذه السلف والقروض التي تعتبرها هي يعني المقترح القصير الأمد اللي ستمول لإقليم كردستان لأشهر الستة الأخيرة من هذه السنة الجارية، فبالتالي يعني هنالك وجوه وملامح يعني إيجابية بخصوص يعني المقترح وبخصوص الحلحلة الأزمة بين المركز والإقليم، وبالتالي أنه حتى عندما أتى الوفد من إقليم كردستان برئاسة مسرور البرزاني وتحدث مع يعني رئيس مجلس الوزراء، يعني محادثات ونقاشات كثيفة ومطولة حتى مع رئاسات الثلاث، ليس فقط مجلس الوزراء وإنما مجلس النواب كذلك رئيس الجمهورية وزعماء وأحزاب سياسيين، تحدثوا عن يجب أن يتم تمويل لرواتب الموظفين، يعني رواتب الموظفين لإقليم كردستان حال حال الحكومة الاتحادية، فبالتالي يجب أن يتم تمويلها. يعني إقليم كردستان تشهد بالآونة الأخيرة عدم توفير رواتب لموظفي إقليم كردستان، بين فترة وفترة أخرى يتم تمويلهم يعني بين كل 3 أشهر إلى 4 تمويل يعني راتب لشهر واحد، فبالتالي كانت هنالك مظاهرات في إقليم كردستان لموظفي يعني إقليم، فبالتالي هذه الزيارة كانت زيارة ناجحة وليس هنالك اتفاق هش وإنما اتفاق جدي وجاد واتفاق جذري لحل المشاكل القليلة. يعني مثل ما نقول هذه ليست الزيارة الأخيرة سوف يقوم بها وفد من إقليم كردستان، هنالك أيضا مشاكل كثيرة من قانون النفط والغاز والكثير من المشاكل حول الموازنه وتمويل اقليم كردستان. نعم. بالحصص الموازنه والحصص المحافظه يعني المحافظات في اقليم كردستان، فبالتالي يعني حتى انه سيتم ايضا نقاش يعني في البرلمان في جلسه المقبله لمجلس في البرلمان، سوف يناقشون مع وزير النفط وكذلك يعني وزير الثروات النفطيه في اقليم كردستان على موضوع يعني استئناف صادرات النفط عبر خط ميناء جيهان، فبالتالي يعني مثل ما صرح التصريح الاخير وزير الخارجيه سوف يتم يعني الانبوب على اتم استعداده والاعمال التنفيذيه يجب ان تقوم مع الجانب العراقي، فبالتالي العراق ايضا منتظر زياره اردوغان
أردوغان إلى بغداد، وبالتالي هذا الموضوع سوف أيضا يؤثر على الاقتصاد وعلى الإيرادات النفطية في إقليم كردستان، وإقليم كردستان فبالتالي لا يحتاج إلى الحكومة الاتحادية يعني في شأن الرواتب، لأنه كانت أيضا في الوقت السابق كانت الحكومة الاتحادية يعني عندها كسب قضية الحكم القضائي على إقليم كردستان، فبالتالي أنه الإيرادات النفطية تتم بإشراف الحكومة الاتحادية عبر يعني تسويق يعني شركة تسويق النفط سومو، فبالتالي يتم توزيع الرواتب على موظفي إقليم كردستان. اليوم ننتظر الجلسة الحاسمة اللي يتم فيها قرارات كثيرة خصوصا أنه المقترحين الطويل الأمد والقصير الأمد. نعم يا داليا. شكرا هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، شكرا هبة على كل هذه المعلومات.